كنشوف الشغف في الملعب يعني ماشي مليح لينا، يعني كحنا يعني بدينا الاحتراف ونتمنى ان شاء الله يتصلح هذا الشيء، يعني طور كره القدم المغربيه، ويعني احنا يعني شعب رياضي ويعني يبغي الكره، ونتمنى يعني يتصلح هذا الشيء ان شاء الله. بالنسبه لي للشغف يعني في الملاعب يعني ماشي فكره، يعني ماشي فكره زينه يعني ان ندخلوا، يعني احنا يعني عندنا الروح الرياضي باش ندخلوا نتفرجوا الماتش ويعني نشجعوا الفريق ديالنا، يعني فهمت كيفاش؟ واش غير الملاعب خصو نورمالمون ما يبقاش في المغرب، خص يكون شويه الزيار لحقاش الامور راه غاديه كتقدم في الشغف، حيت راك تشوف الجمهور تاع الرجاء والجمهور تاع الوداد والجيش الملكي، والحمد لله نتمنوا انه يكون الخير ان شاء الله. واش غادي نقول لكم، شغف الملاعب ولا واحد الظاهره اللي كتواجد هنا في المغرب وما بقاتش مزيانه، كيمشيو يموتوا دراري صغار ويبقاو الوالدين هما اللي بقاو يتعذبوا، وكنتمنوا يعني الناس المسؤولين يشوفوا من هذه الناحيه ويكثروا الامن وهذا الشيء اللي كنقولوا ديما بركه. هي كما كتشوفوا شغف الملاعب دخول القصيرين للملعب هذا راه خطا، نورمالمون الوالدين خصهم ما يدخلوش يعني الابناء ديالهم الملاعب، وخصنا نكونوا حذريين نشجعوا الفريق حتى لاخر لحظه كما كيديروا لي زوروبيان، يشجعوا الفريق حتى لاخر لحظه، وما خصناش نكونوا خوت لا الجيش ولا الوداد ولا الرجاء ولا بركان ولا المولوديه، احنا خوت بالعكس، خصنا نعطيو واحد الصوره واحد الجماليه لكره القدم. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.